الناحيه الثانيه الاهلي وبيراميدز فاز من استحق برضه. بيراميدز كان افضل في كل شيء في المباراه، ولكن نقطه مهمه جدا انا بالنسبه لي، اولا اللقب لم يحسم تماما، لسه بدري جدا. النقطه الثانيه مفيش حكم مطلق على مدرب ينفع يبقى من مباراه او اتنين، صح؟ زي ما قلنا على سواريش في مباراه فيوتشر، الاهلي قدم مباراه قويه جدا وكبيره وقدم عرض رائع فعلا، اي حد اتفرج على المباراه هيقول لك كده بالظبط. نفس الفكره قدام بيراميدز، راجل طبق نفس الافكار على فكره اللي عملها قدام فيوتشر ولكن ما نجحتش. اختلاف الفرقه واختلاف المدرب اللي انت بتواجهه بمنتهى البساطه، ودي الكوره اللي في كل حته في العالم. انت مدرب كان عندك فكره ممكن تطبق في مباراه ممكن لا، وفي كل الاحوال هو سواريش محتاج وقت لان هو جاي يعمل فكر جديد، والاهلي لما جايبه قال بيقدم مشروع طبعا بالظبط، قال بيقدم مشروع، مشروع لمدرب جاي يطور الاداء، جاي يطور اداء اللعيبه بشكل كبير، يغير طريقه اللعب تماما، يغير مفهوم اللعب شويه اللي كان الاهلي معتمد عليه في السنتين اللي فاتوا مع موسيماني تحديدا. التركيز مش في حصد كل ثلاث نقاط جايه، ثلاث نقط جايه يعني، على قد ما هو التركيز في اللي جاي كله، ان يبني هويه مختلفه للفريق بطريقه لعبه مختلفه بيطور فيها اداء اللعيبه، وده هياخد وقت وده هياخد وقت طبعا. طيب عمار، خلينا نبدا من الاخر، يعني نبدا بالمباراه اللي يمكن اشعلت المنافسه. يمكن الاهلي والزمالك منافسه مستمره ما بينهم على لقب الدوري، ولكن بيراميدز فوزهم امبارح على الاهلي دخلوا في المنافسه. فخلينا نبدا اولا بمباراه بيراميدز والاهلي، والحقيقه يعني انا شفت حاجه في مباراه الامس وعايز اعرف منك انت حللتها ازاي او شفتها ازاي. امبارح الحقيقه لاول مره تاكيز جونياس بيختلف فكره، بيختلف طريقه ادائه امام اي فريق. يعني تاكيز جونياس دايما من المدربين اللي بتحب تستحوذ على الكوره، عنده دايما بيلد اب ودايما بيحب الكوره تفضل في رجل لاعبيه، ولكن امبارح عمل تركيه في مباراه الاهلي. تاكيز جونياس طول الوقت تقريبا بيسيب الكوره للاهلي لحد مكان معين، لحد ما يوصلوا في منطقه معينه، بعد كده بيبتدي يضغط ضغط قوي على لاعبي الاهلي يخسرهم الكوره او ياخد منهم السكند بول او اي حاجه من الحاجات دي. هل انا صح؟ وهل انت شايف ان تاكيز جونياس شاف كويس قوي الاهلي في مباراه فيوتشر فبالتالي لعب بالطريقه دي، ولا شايف ايه اللي حصل امبارح؟ متفق مع جزء كبير من اللي انت قلته، لان فعلا تاكيز مش كله يعني، لا مش كله يعني، هقول لك على نقطه بس. تاكيز فعلا عمل تقريبا، وكل الناس اجمعت على كده، انه عمل واحده من افضل مبارياته من ساعه ما جه مصر تقريبا. يعني مباراه كان مذاكرها بشكل كويس قوي بدقه تفاصيل في كل تفصيله تقريبا لسواريش مع الاهلي تحديدا، ودارس فرقه الاهلي بشكل كبير بمفاتيح لعبها بشكل قوي جدا. النقطه الثانيه كمان لعيبه بيراميدز كان عندها اصرار من الدقيقه الاولى بتركيز ويعني وتطبيق تعليمات تاكيز بدقه انا ما شفتهاش قبل كده في لعيبه بيراميدز بصراحه. مظبوط. كل العوامل دي جت مع فكر الراجل الجديد بالطريقه اللي ما تنفذتش على فكره. يعني الراجل كان عنده سواريش ثلاث افكار امبارح، نفذ فكرتين وفكره ثانيه اللعيبه ما نفذتهاش بالشكل اللي هو عايزه، فطلع لك الشكل بالمنظر ده. ولكن في الاخر لازم تاكيس ياخد الاشاده اللي يستحقها، عمل مباراه هايله جدا وكبيره على النادي الاهلي، قدر يحرم الاهلي من الفكره. والراجل لاول مره فعلا بيغير النمط بتاعه، فكره التراجع. لاول مره بيراميدز قدام الاهلي بيخسر الاستحواذ، امبارح 60 40 تقريبا للنادي الاهلي ومقابل 40% لبيراميدز، صح؟ بتقول لك كتير جدا الراجل اختلف. كل مره كان دايما بيراميدز بقى على الاستحواذ، ربما معاه كوره بس مش عارف يعمل بيها ايه، او الاهلي منعه من هو يهدد مرمى الاهلي بشكل كبير. شفنا حتى في المباراتين اللي بتوع الموسم ده، سواء مباراه كابتن سامي قمصان او مباراه الدور الاول مع موسيماني، وانتهت يعني الاثنين بفوز الاهلي. انا بالنسبه لي تاكيس النهارده، تاكيس امبارح تحديدا احرج شويه فكره، او يعني كان تحدي مهم لسواريش ان الافكار بتاعته باين انها تاخد وقت، لان هو خلي بالك سواريش من اول ما جه في تدرج بالماتشات، بتروجيت في الكاس، بعد كده الجونه، بعد كده فيوتشر، بعد كده بيراميدز، وعنده الزمالك، بعد كده الزمالك بالظبط. هو التدرج ده هل افكارك دي هتعرف تطبق على ولا كانت محتاجه بقى ياخد وقت مع فرق بالزبط. اقل شويه في فالفرق هو فهو راجل لسه بيجرب، لسه بيكتشف، ولسه بيتعرف سواء على فرقته او على الدوري المصري وعلى افكار اللعيبه اللي